هناك مشكلة بهذا النظام. تمام. نعم. مثل ما هو معروف دكتور انه كل حوالي 12 سنة 13 سنة بيبدأ التفكير في نظام معدل، وهذا احنا لمسناه. يعني انا من الناس اللي عشت التعديل اللي حصل في عام 94، التعديل اللي حصل في عام 2005، التعديل الان اللي حصل في عام 2017 2018. هذه المراحل الثلاثة انا نفسي عشتها، وكل مرة كنا نعاني من نفس المشكلة. ولكن الغرض من التعديل هو التطوير، هو الأصل التطوير. أصل التطوير. أنا برأيي أنه كان في كل التعديلات الثلاثة اللي حصلت الأصل أن يعني تضع المشاكل اللي عانينا منها ثلاث أطراف عانينا. عانت المدينة، عانت المدينة من سوء التخطيط ومن سوء يعني طريقة الحياة للمواطن، قديش المواطن عم بيعاني. والثاني اللي عانى المستثمر، والثالث نفس المواطن، يعني المدينة المواطن المستثمر. كان التخطيط عشوائي، يعني لنعترف بهذا. يعني التخطيط دائما تأتي يعني لحل المشاكل القائمة. بدأت المشكلة عندنا في عام 2015-2016، بدأ يطبق بعض التعليمات المخالفة للنظام، وكنا نسمع منهم أنه كان في نية لتعديل نظام الأبنية، فقلنا كويس خلينا كل شيء يكون حسب التشريعات، لأنه المستثمر في النهاية بهمه أنه يعرف، وأنا في بيتي وأنا في دولة أخرى أعرف شو في نظام، مش إني أتفاجأ أنا عندما أروح لأمانة عمان أو للبلدية أنه في تعليمات جديدة مخالفة للنظام. تمام. مش مذكورة في النظام. بدأ الموضوع هكذا. في عام 2017 في شهر رمضان المبارك الماضي أعلمونا أنه في نية لتعديل النظام، وهي مسودة لهذه التعديلات. أخذناها وأعطونا ثلاث أيام فقط لقراءتها ومن ثم الاجتماع معهم. حصل هذا الشيء، فوجئنا أنا وأخي صلاح في حوالي 150 جهة أو شخص بين مهندس ومهندسة من جهات عديدة مجتمعين في الأمانة لمناقشة هذا النظام. قلنا لهم أنه ثلاث أيام وساعات، أربع أو خمس ساعات لا تكفي لإنهاء مثل هيك يعني قضية بين. واضح كانت مش يعني نيتهم أنه ما يشاركوا معك القرار. نعم يعني. تشكلت لجنة من هذا الاجتماع من 11 جهة. 11 جهة دكتور لا أبالغ إذا قلت أنا بتمثل حوالي 3 مليون. إذا قلت لك أنه غرفة تجارة الأردن وغرفة تجارة عمان وكذلك الصناعة للأردن وعمان، نقابة المهندسين، نقابة المقاولين، هيئة المكاتب الهندسية. طيب ماذا وصلتم؟ جمعية المستثمرين بقطاع الإسكان. شكلنا لجنة وطرحنا مشاكلنا على الطاولة. كانوا المقدمين لنا النظام احنا بالنسبة لنا لا يتلائم مع المرحلة اللي وصلت لها العاصمة. في مشاكل عديدة بدك تحلها، لأنه المواطن في النهاية اللي لازم يستفيد من هذا النظام غير قادر على امتلاك مسكن ضمن الأنظمة المعمول فيها. كيف؟ الأصل انه يعني النظام بيعالج تنظيم قطعة أرض. هذه الأرض بدي أقيم عليها بناء أنا. نعم.